ابنى على نفسه واستطاع أن يتغلب على المنتخب المصري بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على استاد البحرين الوطني في المنامة. وكان المنتخب المصري سبق له أن تغلب على منتخبنا في الدور الأول بهدف نظيف ليأتي الرد أردنيا وفي النهائي وعلى اللقب. وسيحظى المنتخب الفائز بهذه البطولة بإقامة معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب الألماني النسوي الذي يستضيف نهائيات كأس العالم 2011، وهو ما يمثل الجائزة للاعبات في البطولة التي شهدت مشاركة 8 منتخبات. المنتخب نجح في ترك بصمة واضحة في البطولة، وشكل الفوز على منتخب مصر ردا على الخسارة في الدور الأول، حيث التقى المنتخبان ضمن المجموعة الأولى ليؤكد المنتخب أحقيته باللقب عن جدارة واستحقاق. كانت هذه ونشاهد لقطات من الشوط الأول الذي فر فيه منتخبنا السيطرة الميدانية والتي استمرت مع أحداث الشوط الثاني، وسط تألق الثلاثي الهجومي شهناز ياسين وستيفاني النبر، وأيضا كمان اللاعبة ميساء إجبارة. منتخبنا انتظر حتى الدقيقة 80 ليأتي هذا الهدف، هدف ستيفاني النبر، الهدف الأغلى والأجمل في البطولة ليتوج منتخبنا بلقب بطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، ويحل المنتخب المصري في المركز الثاني، فيما جاء المنتخب البحريني في المركز الثالث بعد فوزه على المنتخب الفلسطيني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ب5 أهداف مقابل هدف وحيد. وشهدت هذه البطولة تواجد جماهيري كبير للجمهور الأردني المتواجد في العاصمة البحرينية المنامة لمساندة نشميات الأردن اللواتي حققنا ما عجز عنه الرجال بإحراز بطولة كأس العرب للأردن. تنتظر الصافرة، فعلا الصافرة تأتي، مبروك للمنتخب الأردني إلى ألمانيا، المنتخب الأردني للسيدات إلى ألمانيا بطلا لبطولة كأس كرة القدم النسائية، وحظ أوفر للمنتخب المصري فعلا الشقيق اللي ظهر ب. وتوجت عضو المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة حصة بنت خليفة آل خليفة المنتخب الأردني بطلا لبطولة كأس العرب وفي جوائز الأفضل، وبعد منافسة قوية مع الأردنية شهناز ياسين حازت العنود آل خليفة لاعبة البحرين حازت على جائزة أفضل لاعبة في البطولة. أما جائزة هدافة البطولة فذهبت للمهاجمة الأردنية ميساء إجبارة والتي سجلت 10 أهداف في هذه البطولة.